الشعارات الغادمة من شتى ميادين الدولة ومن مجلس التعاون. نرحب بكل الضيوف الكرام على أرض الخير والسلام. نتابع هذه الانطلاقة ونتابع المركز الأول. نتابع ملوح، ملوح اللي تحتل الصدارة والمركز الأول لحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، من يتقدم الجموع هنا مع الشعار الاقتصادي. بينما نتابع المركز الثاني، تحذير، تحذير من تحتل المركز الثاني في هذا الشوط لشافي بن محمد بن شافي بن سالم الشافي، من يحتل ثاني المراكز. وتدخل هنا سريع اللي احتلت المركز الثالث وانتقلت الى المركز الثاني انتقاله ممتازة، وهي رغد لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، من ياتي برغد في هذا الشوط على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، رابعا خلاص عادي عادي زي ولا حاجة، بسجل من يوم ده انا مسجل اللخرة. خوي ثواني خوي، لا تكتب شيء الحين ما نقفل الشوط العشرين عشان انا وانت هنتلخبط الحين. مزون تحتل المركز الخامس، براك بن خلف بن براك المزروعي، من يحتل خامس المراكز في هذا الشوط. هناك أسماء وهناك شعارات قوية مشاركة في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذا الملتقى السنوي الكبير وفي هذه المعركة في هذا اليوم، معركة الثنايا وتحدي الثنايا في هذه الانطلاقات. نعود حفلنا الكريم والعود أحمد إلى شعار الاقتصاد. شعار الاقتصاد في المركز الأول يقتصد الأمتار من البداية. الله 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 يا ملوح، ملوح تحتل الصدارة وتغود هذا السر من إمكان الثنايا. في المركز الأول لحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، بن حموده هنا مندفع اندفاع قوية في المركز الأول، يغدب هنا مؤشرات الكبار لهذا الشعار هنا تظهر بقوة. المركز الثاني هنا تصل وتتحرك رغد على المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي. يا سلام يا الشاعر، ياتي بهذا الشعار الأصفر المميز في المركز الثاني. بينما نتابع المركز الثالث، ثالثا تحذير، تحذير محتله المركز الثالث لشافي بن محمد بن شافي بن سالم الشافي، من يحتل ثالث المراكز وينطلق هنا ويندفع اندفاع قوية في المركز الثالث. بينما نتابع المركز الرابع، متعبة تحتل المركز الرابع لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. الله يا الفيلسوف، فيلسوف رياضة الأصايل يتلالى في كل زمان وفي كل مكان. أبو مبارك غني عن التعريف بمشاركاته وبتحدياته. الله الله عليك الأنظار والعدسات الفيلسوف في كل زمان وفي كل تحدي، خاصة في أشواط الذهب، أشواط الذهب والانطلاقات. المركز الخامس وصل بدليوي، وصل راعي الوسمية مع شعاع اللي انتقلت من مركز الى مركز لسعيد بن سهيل بالدليوي الاختبي، وصل براشد الان. النداء الثاني، حفلنا الكريم، المشاهدين الاعزاء، يا من تشاهدون، يا من تراقبون، يا من تتابعون هذه الانطلاقة وهذا المشهد في يوم المشهد في يوم التحديات، نعود الى الطيران، الطيران والاغلاع المبكر في المركز الاول من قبل شعار بن حمودة 8 كيلومترات، قطعنا 4 كيلومترات وباقي 4 كيلومترات. الله 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 يا ملوح، ملوح لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، يدفع بملوح وينطلق مع ملوح في المركز الأول. المركز الثاني هنا رغد متواجدة في المركز الثاني. الله يا رغد لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، غادم من السلطنة وخاصة هناك من ولاية الغابل، يحضر حضور الأبطال، يحضر حضور الأغوياء في تحديات المنافسة. بينما المركز الثالث هناك شعاع تحركت وشعت بالشعة، الشعة الغوية في المركز الثالث، وسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي، من يحتل
المركز الثالث ويغدب هنا شعاع، تتحرك الآن شعاع. بينما المركز الرابع، المركز الرابع تحذير لشافي بن محمد بن شافي بن سالم. من يحتل المركز الرابع؟ الله 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 الله، تحركت متعبة، متعبة غادمة بكل قوة. الله يا متعبة. لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي، من يحتل خامس المراكز، المراكز الخمسة الأولى. أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدين الأعزاء، وهناك شعارات الأسماء القوية، المضمرين والملاك. تحركت الأسماء، تحركت الشعارات. الله 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 الله، مشهد ولا أروع، مشهد ولا أجمل في هذا التحدي. وهنا في ميدان الشحارية بدينا نقترب، بدينا نقترب حفل الكريم من البوابة النهائية، من بوابة الانتصارات، من بوابة النواميس. ونعود والعود أحمد إلى صدارة هذا الشوط، وإلى ملوح 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 لا تزال على المركز الأول، متحملة مسؤولية المشاركين، متحملة مسؤولية هذا الشوط، وتغود الغافلة، تغود هذه الغافلة من الإمكان الثنائي على المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا أبو غانم، يا سلام يا أبو غانم، مغدب هنا ملوح 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 من البداية. يرت الشوط راس، قامت راس. الله 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 الله، على المركز الأول ملوح. تبغى السلامات لأهل العين، تبغى السلامات عيناوية. يا سلام. المركز الثاني، ننتقل لمتابعة رغد. رغد هنا محتلة المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي. من يحتل المركز الثاني؟ بينما شعاع وصلت شعاع، تحركت في المركز الثالث لسعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي، اللي ياتي هنا بشعاع ومتعبة، متعبة خطيرة، متعبة متعبة خطيرة جدا مع الفيلسوف، فيلسوف الأمتار، فيلسوف الأصايل، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. بينما المركز الخامس وصلت الآن العيدهية، وصلت لعمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي. تحرك النعيمي لأول لدى، وتحركوا المضمرين، اتحركوا الملاك. يا سلام يا سلام، السماعات هنا، وش السماعات بدأت، التحركات بدأت، الأسماء اقتربت، اقتربت الشعارات، اقتربت الأسماء، ولكن الصدارة انفردت. طارت ملوح، روحت ملوح، روحت روحت. يا سلام يا سلام، تنويه تنويه هام، 1500 متر يفصلنا عن خط النهاية. وملوح شارد بالشوط، ملوح شارد بالصدارة، شارد على المركز الأول. وحمد بن غانم، حمد بن غانم، حمد المحمود بن نواميس، حمد بن غانم بن حمود الظاهري على المركز الأول، على الصدارة، يندفع بهذا الاندفاع. يا سلام يا ملوح. نتابع المركز الثاني، نشوف هناك ناصية، وصلت ناصية لسالم بن حميد بن عبد الله بن حميد الشامسي، غادم مع ناصية في المركز الثاني. أما على ثالث المراكز رغد لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، واصل مع رغد، وشواهين شواهين، وصل المغامر، وصل، تحرك المغامر. سعيد بن بطي الزعبي غادم غادم، وأيضا طرابلس، طرابلس وصلت العاصمة الليبية، طرابلس لأحمد بن خليفة بن محمد بن زهر الخيلي. وهنا مرضية لحمد بن علي بن جابر البنا المري، واصل مع مرضية، والكل راضي، الكل راضي، لكن عودتنا إلى الصدارة. الله 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 يا ملوح ملوح ملوح، طارت ملوح، انتصرت ملوح في المركز الأول. يا سلام على ملوح واندفاعت ملوح. حمد بن غانم بن علي بن حمود بن حمود الظاهري، وايضا يا سلام طرابلس، طرابلس لاحمد بن خليفه بن زهري، بن زهري الخيلي. لكن ملوح ملوح في المركز الاول، قامت راس، قامت راس، وتنهي الشوط راس، قامت راس بن حموده. الشعار الاقتصادي العيناوي يقول باللوميه، وين بلقى لي تفل التيم،
فل ولي بدنها زاد وين الضلع طاح ما ضربها في فنادوها كهل والمناكب كانها روس الرماح وانغمزها ما تعطيهن مهل كانها ظبي الميفل في صباح سلام يا العين سلام سلام يا الاقتصادي سلام حمد بن غانم بن حمودة الظاهري يفوز وينتصر بالمركز الأول المركز الثاني طرابلس لأحمد بن خليفة بن زهرة الخيالي والمركز الثالث ناصية لسالم بن حميد بن عبد الله الشامسي والمركز الرابع المركز الرابع وصلت واحتلت المركز الرابع شواهيل لسعيد بن بطي بن محمد الحسنة المري المركز الخامس خامسا وصلت العيدة هي الأمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي هذه مراكزنا الخمسة الأولى مراكز الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى ما شاء الله تبارك الرحمن سلام 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 ملوح سلام حمد بن غانم بن حمودة الظاهري ملوح قامت راس وانتهت راس تقطع مسافة السباق في شوطنا السابع عشر في توقيت وغدر 12 دقيقة وثلاثين ثانية وخمسة وعشرين جز من الثانية تهانينا والناموس من الأعماق المركز الثاني وصلت طرابلس في اللحظات الأخيرة مالكها أحمد بن خليفة بن زاهرة الخيلي وتوقيتها 12 دقيقة 31 و16 جز من الثانية وتحية نوصلها الشاعر محمد هناك بالزاهر الخير نعم تحية وسلام المركز الثالث ثالث المراكز وصلت ناصية اللي احتلت المركز الثالث في هذا الشوط لسالم بن حميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي وتوقيتها 12 دقيقة 34 91 جز من الثانية تهانينا والناموس لكل الفائزين